مرحبا بكم الاخوان في الراب نيوز. عرفتوا شحال من حاجه وقعت منين نبدا؟ الجراندي توتو تلاقى مع مورات في برشلونه. اون فيت تلاقينا كاملين انت انا كنت مورار رجع لكازا الميغاراما ودار شو تما فين عطاوه ديسك دور. هذاك ديسك دور نيت نط عليه بالباله. واش هو اول ديسك دور في المغرب ولا لا؟ امر اللي خلق تساؤلات بزاف هو كيفاش كتعطى الديسك دور اصلا؟ علاش ما كنسمعوش مثلا ديزي ولا البيك؟ علاش ما عندهمش ديسك دور؟ يعني ني كيفاش كتعطى؟ من غير هادشي سمول اكس نوض مع البي ام دي اللي هو بيغو دي دووا دوتور بسبب الحقوق ديال الاغاني ديالو و تابوز دار اسك مي في انستغرام فين كلاشا شي رواب. زيد عليهم حتى ديزي دروس اللي دار شو بلبلها هو واللون جمع اللون وتا دراغانوف تا هو دار شو. وفي هذا الفيديو غنختموها باننا نشوفوا اكبر لي بروجي اللي غيخرجوا ديال بوز ديال ديب ديال علي صامد الى اخره. كنتو على بروجي ماشي تراك. سو واش بصح طوطو عنده فيتشرينغ مع مراد؟ يعني جيتو عند لا سورس انا كنت تما حاضر فهمتي كنشوف كلشي بعيني ما كاينش تحقيقات ولا شي حاجه داكشي كنشوف ولا لا. او واش فعلا طوطو جاب اول ديسك دور للمغرب ولا حريض شكون؟ كاع هادشي اللي خونا نتعرفوا عليه اكثر. لكن قبل خليكم مع سبونسور ديال الفيديو اللي هو ونيكسبات. ونيكسبات هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك عامل التليفون. يعني الا كنت ديجا كتكوطي هاد البلاتفورم راه حسن. لكن قبل ما تلعب كنبغي نقول لك ثلاثه الحوايج. اول حاجه هي تكون فوق من 18 عام يعني ماجوري فاكسيني. ثاني حاجه هي ليان كيخدم معاه في المغرب. وثالث حاجه ما تنساش تخدم برومو كود ديالي اللي هو فرح 11 اللي غيمكنك بدورك انك تربح 130 دولار. تلقاو هادشي في الديسكريبشن واول كومونتير. سو خليتي اللايك ديالك ديك سابوني رجعت ياكري. خليكم على الانترو ونبداو. كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. سو نبداو البلان ديال طوطو مراد. هاد الثلاث اللي فات نهار 10 ماي دي شي سيمانه طوطو كان جا لبرشلونه وتلاقينا تما. هو جا حيتاش كانت عندنا واحد ليميسيون تما اللي كتسمى بهاي فينس هيرب. هيرب زعما العشبه. هادي السيزون الرابعه ديالها. بكل اختصار هاد ليميسيون كتجيب مختلف الروابا اللي زعما مبلبلينا مؤخرا وكتجلسهم وكدير لهم كومبيتيسيون ديال الكمايه ديال الجوانات زعما شكون اللي كيكمي اكثر شكون اللي كيبرم اكثر فهمتوا؟ اه كيف ما سمعتي. وهاد ليميسيون كدار في برشلونه في واحد البلاصه تما. المهم عندهم اوتيل وكذا. عيطوا على طوطو ومشى عندهم. انا وطوطو كنا توصلنا قبل باش اننا نمشيو نحضروا الماتش في الكامب نو. اوكي هادشي ابارا ديجا درنا فلوغ انا وكريمو زعما راه كاين الفلوغ ديالي زعما كيفاش داز داكشي وكاين حتى الفلوغ ديال كريمو. دخلوا تفرجوا فيهم بجوج باش تشوفوا الاجواء كيفاش دازت. المهم مورا داك الماتش في الكامب نو اللي ربحات البارسا سيلتا فيغو تلاقينا مع مراد في دربهم في اوسبيتاليت اللي كاينه في برشلونه. المهم تلاقينا انا وكاع الدراري اللي كانوا معايا الدراري اللي جاو مع طه كريمو انس ولا الدرب ديال مراد اللي كانوا بزاف. تحيه لهم من هنا. صراحه ملي تلاقينا بقينا عا كندويو. صراحه مراد زعما قال لي راه كنشوف داكشي اللي كدير غير ملي كتكون كدير شي حاجه في الانترنيت وكتلقى قبول عند داك الشخص اللي كدوي عليه راه بلان بجد. وبقينا عا كندويو زعما ما كان بلانين والو. حتى لواحد اللحظه جبد الترابو وحنا بدينا كاملين كنتصور. يعني ديجا داكشي سبونطاني كنا غنتلاقاو كلشي وما غنضربو حتى التصوير فهمتوا؟ حتى داكشي سبونطاني تصورنا درنا فيديوهات مي ما كان حتى شي فيتورينغ ولا اغنيه في التصفيره ديال طوطو في برشلونه. ما كان حتى شي فيتورينغ مي قدر يكون في القريب العاجل عاده ما كاينش. باي ذا واي راه مراد عنده شو في مدينتي سراقوستا من هنا لثلاث ايام نهار السبت. الا بغيتو علاش نفلوغيه لكم ولا لا؟ انا غادي فهمتوا. واي واحد غادي للشو في مدينه سراقوستا ديال مراد نهار السبت تلاقاو علاش لا وتجمعوا كاملين. سو هذا ما كان في البلان ديال طوطو ومراد. يعني طوطو طلع لبرشلونه حيت عنده واحد ليميسيون وصدفه تلاقى مع مراد وما كان والو على جود فايبس. طوطو رجع لكازا في مطار بعدا راه وقع ليه واحد البروبليم في مطار راه ديجا خرج ستوريات وعاودو زعما ديال انه كيفاش كيعاملوا العرب تما الى اخره. رجع للشو اللي عنده في ميغاراما وهنا فين غيبدا الموضوع الاساسي ديالنا اللي هو فاش عطاو الديسك دور. الفرحه ديال بصح حتى لحد الان ما كاين حتى شي دراما ما كاين والو. يعني رابور خدم خدا ديسك دور صافي. مي شنو غيوقع هو فاش غتبدا تسمع انه اول ديسك دور في المغرب؟ الشيء اللي خلى البوبليك يتسال او وينزا حاري ويست شكون دا اول ديسك دور في المغرب كيفاش هادشي؟ صراحه الاخوان هاد الاشكال خاصو فيديو راسو. يعني نشرحو كيفاش كتعطى ديسك دور ديسك بلاتين الى اخره وكيفاش كل بلد راه كل بلد عنده دوك لي ستاتستيك مختلفين وعلاش مثلا حنايا الروابا ديالنا مفرقعين وكاع ما كياخذوهم. هادشي كامل خصنا نشرحوه في فيديو. سو خليوه لي في الكومنتس ندير لكم فيديو غدا علاش لا كنشرحو بالتفصيل كيفاش تاخذ ديسك دور. المهم باش نوضح لكم طوطو ماشي اول ديسك دور في المغرب ولكن هو اول سينجل دور. الفرق ديسك سينجل. علاش؟ حاري خدا الديسك دور ديالو في البوم ديال سفيرا اي باستا بينما طوطو خدا الديسك دور ديالو في بروجي سولو. سي فري كو فيتورينغ مع سي كي ولا روميكس ولا خدها كيف ما بغيتي مي بروجي سولو. وطوطو حتى هو كان كيقول اش بونس كان كيقول لهم اول سينجل دور ما كيقولش اول ديسك دور. راه حتى كتسمع سينجل ديسك تقدر تالف ليك راه ماشي نفس الحاجه. وقع واحد الكلاش طريف ما بين طوطو وحاري. طوطو طاقاه قال ليه انا اول سينجل دور وحاري قال ليه فعلا انه كاين فرق. ما كلاش طوطو قال لي راه كاين فرق ما بين واحد جيبو بروجي واحد جيبو بروميكس. زعما قال لي ان ديك الاغنيه مع سي كي
كي ريميكس، درت بومه القضيه هذه. وهنا في لي فان بيز بجوج بداو كيطايفوا، لي فان ديال حاري ولي فان ديال طوطو. لي فان ديال طوطو كيقول على حاري انه ما غنى حتى 10 سكوند في داك التراك اللي خد عليه ديسك دور، بقى كيقول عاد غير كندور تالف، بينما لي فان ديال حاري كيقولوا لطوطو انه داك البروجي على ريميكس زعما ما بداش فيه. بداو كيتكلاشوا، ما بقاتش في اول ولا اخر ولا احسن ولا كذا، المهم هما يجيو للمغرب. ما ندخلوا في متاهات اللي بدينا كنقولوا اين ديسك دور صعب، اين واحد احسن الى اخر. حنا اهم حاجه هو ان لاندستري ميوزيكال عندنا في المغرب بدات كتجيب دي ديسك من على برا، دي اهم حاجه عندنا. وان شاء الله ملي غندير لكم فيديو الا بغيتوه خليوا لي في الكومنت على لي ديسك غتفهموا احسن. نخليو هذا الموضوع جنبا وندوزو دابا للبلان اللي وقع السمول اكس مع البي ام دي بيرو دي دووا دوتور. بحال الا بغيتي تسمي هذا البيرو هو بيرو ديال الكوبي رايت. سمول اكس بكل اختصار كيتهم هذا البيرو بالانحيازيه وبعدم احترام وضمان حقوق الفنان، وكيبرانا على الهضره ديالو بامثله من السابق. كيفاش كتشوف انا واحد الارتيست اللي عطى بزاف الفن المغربي ما عنده حتى درهم دابايا وهو شارف، اي ان فنانين عطاو حياتهم للفن المغربي وكيموتوا في ديورهم بلا ريال لا جوج، وكيقول على ان البي ام دي نورمالمون خاصها تصر على حقوق الفنان. فمثلا رابور الا خدمتي التراك ديالو في راديو، الراديو كتدخل اشارات، دونك خاصك تخلص الفنان اللي دخلتي التراك ديالو. وهنا فين كتجي البي ام دي باش ضمن هادشي كامل، ما يمكنش رابور يبقى تابع الراديوات قال لك انا ما كديرش خدمتها. حنا اليوتيوبرز دابا خديت انا تراك ديال سمول اكس وحطيته لكم هنا، يضرب لي الفيديو ولا الليبل ديالو وداكشي كامل اللي جينيرال الفيديو غيمشي ليه اوتوماتيكمون. هذا هو السيستم ديال اليوتيوب. بي ام دي خاصها دير نفس الحاجه في لا في ريال. اكثر من هادشي قال لك مثلا لي بواط دو نوي مثلا علاش كيخدموا التراكات ولا كذا، مركزش عليها، ما عطاها اكزومبل. خصهم نورمالمون يخلصوا الفنان، ما انت كدير سواري ولا كذا كتربحوا زباله الفلوس، دونك حتى الفنان اللي مزهي به السهره خاصو يتخلص. الى عقلتوا نفس البلان كان وقع لطوطو والدراغانو في شحال هذه، فاش خرج داك الفيديو المشهور ديال خنصني مع البي ام دي نيت. خنصني اخو خلصني ولا بغيتي ندخل عندك خلصني عشيري. باختصار البي ام دي على حساب سمول اكس راه دخلتو انستغرام ديالو تلقاوه ملبله معاهم، قال ليك انها ما ضمناش حقوق الفنان وسيرتو من الناحيه الماديه. نبغي نشوف الراي ديالكم في هذا الموضوع في لي كومونتير. اوكي ما بين ابرز الاحداث اللي وقعت السيمانه، ديزيدروس بعد ما غبر تقريبا عامين على لي شوكيس لي شو ولي كونسير وكذا، رجع بواحد الحفل مع لي سكوش بونس اللي مخت نكذب، ودار شو تما داز نادي وكان تلون اللي باع فيها حتى الميرش ديالو ديال هابيل اكسكلوزيف. بصراحه ما كرهناش الفنانه يكثروا من لي شو وكذا، ولكن رانا لاحظتي لي شو كيتكونسوم عند لي زونيفرسيتي ولي زيكول، يعني ما كتشوفش رابور غادي عند شركه دايره ايفنت ولا كذا. ديما 90% من لي شو كيداروا عند لي زونيفرسيتي ولا لافاك ولا شوف انت فين كدير. خد اي رابور تلقى ان اخر شو ديالو داروا مع شي مدرسه، خاص ايفنت يبداو يتكونسوموا ولا يبداو يتنظموا بلي سبونسور والشركات الكبار وكذا. حيت مثلا في برا مثلا في اسبانيا كتلقى شركات كبار وسبونسورز كبار كيشدوا الايفنت هما اللي كيخلصوا الروابط، حيت رابر عنده واحد القدره على يونغ جينيريشن كبيره، فهمتوا؟ دونك لي مارك كيبغيو يتافيشاو معاهم من غير ديزي تا دراغانوف دار شو. قلت لكم بلبلها لي خوان، كثر من هادشي خرج بوست فلو في ستوريات ديالو وبلبلها بديك اسك مي وبدا كيتيري في الروابط. ابرز ما جاء في ستوريات ديالو ان الالبوم ديالو الجاي اللي قال انه في سبتمبر عامر كلاشات، انه ما بقاش كيحمل حليوه، ان الراب ديالو غيحاول يموديفي ولا يبدلو شويه ما غيبقاش بنفس السيل، غيولي يبدع اكثر، وانه هذا العام غيبدا يخرج في لي زانترفيو وبدا يتافيشا في السوشيال ميديا ولا في الميديا باش يبروموطي الالبوم ديالو، وبدا كيتيري في رواب اخرين فحال المورفين والتسول. سو هذا ما كان في البلان ديال بوست فلو ستوريات ديالو. اجيو نشوفو دابا ابرز لي بروجي الكبار اللي جايين الاخوان، شي تراكات بروجيات. علاش كنقول بروجي؟ حيت الا جيت نبارطاجي كل تراك خصني فيديو فيه نص ساعه على التراكات. سو ابرز لي بروجي اللي جايين نختصرهم في اربعه، اللي هما الاو بي ديال الديب اللي غتخرج في 26 من هاد الشهر هذا، عندنا الالبوم ديال الفرده اللي غيخرج نهار موراها نهار 27 في هاد الشهر، عندنا الالبوم ديال علي الصامد اللي تكونفيرما انه غيكون في 29 من شهر 6، وعندنا الالبوم ديال بوست فلو اللي قال غيكون حتى لسبتمبر. هادو هما ابرز لي بروجي اللي تقالوا لي دات ديالهم، الا نسيت شي واحد فكروني في الكومونتيرات. وهكا كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، ها هو الا وصلتي لهنا نطلب منكم بالرجولة تسيبورتيو فلومين ديالنا اللي هو مغربي مشرفنا في يوكي وبالضبط في لندن، عنده واحد ما بين احسن لي ستوديو 11 ستوديوز كيدير فيهم الميكساج والماسترينغ، مي خرج واحد السونغ بالضبط سميتو غربه، نخليكم معاه. ساندي يا ساندي الله يرحم الوالدين ساندي
المهم هاد المره دار لها فيرسون جديده وغناها في شوارع لندن، زعما راه شرف ولا بلان انك تسمع الاغاني المغربيه كيفاش كتاكسبوزاو على برا وفي الشوارع وبنادم كاوري كيغنيهم. دونك ما كرهتكمش سيبورتيو الاخوان، نيد اور سيبورت، هو راه خويا راه مخلص ما والو، شيري ديال بصح الا كتهز عليك. نخليكم في الاوترو، اتورك عليه غتدخل وكومونتي لي شي كومونتير زوينك جيتي من عندي. ودابا كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، قولوا واش بغيتوا فيديو على لي ديسك دور ونشرحهم بالتفصيل كدا انيمي. سو كان معكم فاروق لايف، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتلاقاو في الجاي. تهلاو.